حلم التقاعد المبكر خيار للأثرياء فقط أم ممكن للجميع؟ ومسؤول نيجيري يهرب من تحقيق برلماني بالإغماء أو التظاهر به. وأغرب رياضة في العالم مصارعة جوا سيارات. أهلا بكم. التقاعد المبكر ترند جديد بيشهده سوق العمل حول العالم، وكثير من الدول أصبحت بتشجع الفكرة وبتسهلها بشروط معينة وبتشوف أنه ليها إيجابيات وسلبيات. والقصد من التقاعد المبكر أنه بدل ما الموظف يستنى لغاية ما يكمل مثلا 60 سنة، وهو السن يعني اللي متعارف عليه والمعتاد في التقاعد، بدل ما يستنى لغاية ما يصير 60 ويطلع على المعاش، لا، أول مثلا ما يقفل 40 أو 50، في ناس حتى من قبلها بيطمحوا لي أنهم يتقاعدوا في 30. فهو الفكرة أنه يقدر يتقاعد وقتها، ومقابلها طبعا بينصرف له معاش أو راتب التقاعد، وحسب كل شركة بيكون عندها سيستم أو حسبة معينة، أو طبعا في حسبة ثانية إذا كان الشخص أصلا كان شغال لحسابه. ولما نقول أنه الموضوع صار ترند، فمؤخرا سمعنا كثير قصص عن التقاعد المبكر، وأخرها مثلا قصة أندرو فورميكم، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار اسمها جوبيتر فوند مانجمنت، بتعادل قيمتها 68 مليار دولار ومقرها في لندن. ورغم أنه الواحد بصعوبة بيصل لهذه الدرجة من النجاح في عالم الأموال والاستثمار، لكن أندرو بعمر 51 سنة قرر أنه يترك كل شيء ويسترخي على الشاطئ في بلده استراليا، وقال انه مو حابب يسوي اي شيء ولا حتى يفكر في اي شيء بعد ما يستقيل. اما عن اسبابه ودوافعه فحسب كلامه لانه حابب يتقرب من اهله بعد 30 سنه في الغربه. طبعا أندرو يعني مثل جميل يحتذى به لو الظروف تسمح، يعني صراحة مين ما يحب أنه يشتري راحة باله من بدري ويعيش حياته ويلف العالم، خاصة لو لسه في شبابه وبصحته. وفعلا موضوع التقاعد المبكر صار رائج، وحتى عنده حركة خاصة فيه وهي حركة فاير، اختصارا لجملة Financial Independence Retire Early، وهي حركة أسلوب حياة بتهدف للحصول على الاستقلال المالي والتقاعد مبكرا، وجاذبة جدا لجيل الألفية تحديدا. ومؤيدي الحركة ماشيين على قاعدة ادخار 70% من الراتب أو أكثر علشان يقدروا يتقاعدوا أبدر من الباقي. لكن مقابل كل المشجعين لفكرة التقاعد المبكر، ما ننسى كمان أنه في شخصيات، وبهي شخصيات لا شخصيات بارزة وملهمة، زي مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس ورجل الأعمال مثلا وأشهر مستثمر أمريكي وارن بافيت. هدول مثلا لسه بيشتغلوا مع أنه أعمارهم فوق 60 في حالة بيل جيتس، 66 تحديدا، و91 في حالة وارن بافيت. يعني ببساطة مو الكل حلمه يتقاعد مبكرا، في ناس بتحب تشتغل وتكون مستمتعة وهي مشغولة. طيب كالعادة نحن ما نقدر نفتح موضوع زي هذا دون ما نعرف إيش رأيكم فيه، فسألناكم عبر حسابنا على تويتر، هل بتتمنوا أنكم تتقاعدوا مبكرا؟ ومثل ما هو متوقع أغلبكم وبنسبة 72% جاوبوا بنعم، أما 27% فقالوا لا ما بيتمنوا يتقاعدوا مبكرا. تنضم إلينا من القاهرة دكتورة حنان عبد المنعم، خبيرة الإدارة والموارد البشرية. أهلا فيك معنا دكتورة حنان. يعني الفكرة مغرية الصراحة، بس يعني في الفترة الأخيرة أصبحت جاذبة جدا، إيش اللي خلاها كده في الفترة الأخيرة يصير عليها إقبال شديد؟ أولا فعلا هو الموضوع مهم جدا وهي الصراحة لازم نقول حاجة مهمة قوي، إن أنا دلوقتي من ضغط الحياة الناس كتيرة جدا بتحط في دماغها إن أنا تعبت قوي وابتدى عايزة أشوف quality of life. أيوة. يعني إيه quality of life؟ إن أنا طب what next؟ إن أنا أبتدي أدور على إن أنا تعبت قوي وطول النهار بروح شغلي وبركز وبتعب وبسوق والبنزين بيغلى والناس اللي حواليا بتتعب وموضوع الكورونا والضغط النفسي اللي قد كده، وات نيكست؟
وات نيكست ده بيختلف طبعا، ما نقدرش دايما بالذات النفوس البشرية ما اقدرش، او العنصر البشري ما اقدرش اوحده. يعني انا اقدر لو حضرتك تقولي لي ان انا اقدر اشتغل كمان 5 6 7 10 سنين هقول لك انا ما اقدرش اقعد. في ناس كتيره جدا تقول لك لا انا احب اقعد واحب ان انا زي ما حضرتك قلتي كده التقاعد المبكر، لان الحقيقه في حاجات كتيره جدا في على مراحل ظروف حياتهم نقدر نقول ندور على المناخ بقى. لو المناخ بتاع حضرتك الصبحيه بتيجي التيم عندك كويس، الستاف كويس، التيم سبيريت عندك، الانفايرمنت اللي حواليك كويس، حتى لو انت تعبانه شويه بتشوفي انت الكواليتي بتاعتك عامله ازاي. لا انت بتحكي عن انت بتحكي عن تيم تفاعلكم، يعني تيجي ما عندك يعني تعبانه يرفعوا لك الرغبه في العمل. خلينا نمشي هذه ده حاجه مهمه جدا. مهمه جدا يا دكتوره، خليني امشي لك بس نعديها نعديها بس حفظا لماء الوجه. بس خلينا دكتوره حنان الان، طيب حلو الفكره جدا صح، وكلامك اللي بتقوليه صح انه الواحد الاحتراق الوظيفي وكل هذه الامور، ولكن كمان خلينا نكون واقعيين، أنا طبعا إذا عندي مليار أيوه حقدر أرتاح وأروح وأسافر وأسوي أعمال خيرية وكذا، لكن بالنسبة للناس العادية يعني إن الواحد يقعد يعني إيش يسيف 70 أو يدخر 70% من راتبه يعني مش منطقي كمان. طبعا طبعا أكيد، ما هو عشان كده بقول لحضرتك اولوياتك، انت ساعات اولوياتك انك بتقعدي بتقولي في دماغك انا بتعب ليه؟ هل انا بتعب علشان اعمل الاولاد؟ طب لو انت اشتغلتي للاولاد النهارده، اشتغلتي للاولاد وطول النهار بتتعبي انت ووالدهم، او بتتعبي لو انت قاعده لوحدك سنجل مام، بتحسي ان انت بمنتهى البساطه انت الاساسيات بتعمليها. طيب لو انت عملتي الاساسيات بعد كده في ايه؟ بعد كده انك حطيتي البذور، هم بقى يشتغلوا ويتعبوا وهم كمان، يبقى كل واحد زي ما بيقولوا شكاها سنتور، كل واحد بدوره. يبقى ساعات بحس ان لما تيجي تفكري مش اي حد في الدنيا يقدر يقول ان انا قادر استحمل ان انا اقعد، وفي ناس تقولك لا انا اخد بس 20% واقعد. برضو النفوس البشرية بتختلف على حسب صحيح. حضرتك بس كمان بتعاني في الشغل بتاعك إيه؟ بس كمان في كثير ناس بيقول لك أنه طيب أنا حقعد أحوش يمكن يعني سبحان الله يطب ساكت يعني قبل ما حتى يستمتع بالفلوس دي كلها، الشر برا وبعيد يعني الله يطول عمرنا جميعا يعني. يعني طب ما أنا أستمتع وأنا الآن وأحس أني أنا منتجة وبشتغل لسن كبير، ده صحيح. عشان كده ده المنطلق اللي 40% من البشر دلوقتي بيقولوا ده. يقول لك انا استمتع بالحله وانا اوريدي هتدخر حاجه حفاظا على ماء الوجه ان انا اعيش بالمينيمم ريكويرمنت انا اقعد. ليه؟ عشان حضرتك هو تعب وشقي وحس ان هو او هي تعبت وشقيت وحست ان هي عايزه تدور على كواليتي اوف لايف. فهي مساله كواليتي اوف لايف ان حضرتك تقبلي ان انت تتغدي بره مره في الاسبوع ولا ما تتغديش مرتين في الشهر. يعني تخرجي بره وتخرجي وتتفسحي وتعملي وتسوي، كل واحد على حسب قدراته وامكانياته. بس هرجع اقول لحضرتك حاجه، اعتقد ان الناس الاكتف اللي تعبوا وهم صغيرين وعملوا كل التشالنج عندهم خلاص ممكن قوي بمنتهى البساطه اللي في الدنيا يجون فتره يقول لك كفايه انا عايز استمتع. ايوه دكتور انا عايز زي ما حضرتك بتقولي والله بدي اقول لك حاجه، ترى كلنا نبغى نستمتع، والله العظيم كلنا نبغى نستمتع من الان يعني، لكن اللي بدي اقول لك يا اهالينا ما كانوا يقولوا هذا الكلام، كانوا يقعدوا يشتغلوا، احنا اللي الان فجاه صرنا نقول انه البالانس بين عندهم بديل. نقطه مهمه دي، احنا عندنا بديل الان. ايوه وعندنا السوشيال ميديا. أيوة. اللي بتخلي الموضوع. أيوة. شكله حلو حضرتك كمان. لو كنت ايوه بالظبط كده، هو انت ما عندكيش بديل النهارده، في بديل بيقول ان اوريدي هديكي جزء من مرتبك علشان تعملي فرصه للصغيرين اللي مرتبك سي مثلا 10 قروش. الصغير جاي لسه فريش فممكن ياخد 2 3، فاوريدي هو بيقسمك او زي ما بيقول لك انت الايكوال البني ادم الاكسبيرينس ممكن يجيب 2 3 بداله، وبالتالي بمنتهى البساطه هرجع تاني اقول انا عايزه ايه. لو انا حضرتك حطيت في دماغي ان انا فكر في الكواليتي اوف لايف، ممكن الكواليتي اوف لايف تبقى اوريدي ان انا اشوف زمايلي كل يوم واروح وانزل واشوف الناس. لو العكس ممكن يعمل اكتئاب،
فبرضه تختلف من فرد لفرد طبقا للاكسبيرينس بتاعته تماما. انت خليتي ما تحاوليش. لا لا، بتحبي الشغل ما بتحبيش؟ بحبه طبعا، على العكس مدمنه. طيب لا باين، احنا هنتكلم بعد الظهر النهارده. حولتني على العياده. طيب هذه الترند انه شخص بيقدم مقاطع فيديو بتشبه الريلز الخاصه بالانستغرام، وخلال دقيقه مثلا يعرف نفسه ويستعرض مواهبه ومهاراته وكذا يقدمها للشركه. لكن حاليا اكثر من شركه بدات تاخذ اتجاه جديد في التوظيف وتستبدل السيره الذاتيه بالفيديو، او اقلها يكون في مقطع مسجل بجانب السي في، ولما الشخص يقدم على الوظيفه له حريه الاختيار اذا كان يبغى يحمل فيديو ولا لا. لا طب بالمناسبة، ترند التوظيف هذا بيتبعوه أكثر شيء مع الأشخاص اللي حيشغلوا وظائف قيادية مهمة وبيستلموا رواتب عالية، أو الأشخاص اللي بيشتغلوا مثلا في الاي تي أو التكنولوجيا المعلومات. ومبدأ أصحاب العمل إنه الفيديو بيوصل حماس وشغف المقدم على الوظيفة بشكل أكبر، وبيقنع أصحاب العمل بتوظيفك أكثر من مجرد كلمات على ورق. طيب ارجع لك دكتوره حنان، قد ايش صراحه يعني سيستم انه اقدم فيديو خليني اقول يعني منصف او عادل؟ بص حضرتك، خلينا نقول اول هم ليه عملوا ده. ليه؟ هو البني ادمين عامه، كل البني ادمين بتصنفوا على مستوى الدنيا كلها كي اس اي، طبعا مش السعوديه، كي اس اي يعني نوليدج سكيلز اتيتيود. وبالتالي انا مش مطلوب مني النهارده في الظروف الحاليه ان انا اجيب واحد اشغله في مكتب لوحده يبقى ايزوليتد كده هوت والمفروض بشوف البرفورمانس بتاعته عامل ازاي. لا، المطلوب الموظف ده عايز اشوف ثباته الانفعالي عامل ازاي، عايز اشوف هو بيشوف حل المشكلات عامله ازاي، عايز اشوف هيعامل الناس زمايله ازاي، عايز اشوف هو مع فريق عمله عامل ازاي، عايز اشوف نسبه الكرياتيفيتي والانوفيشن بتاعته اخبارها ايه. وبالتالي كل الرموز اللي موجوده كشخصيه، ان انا بتابع بحلل شخصيه بني ادم. انا مش عايزه النهارده في زي ما شفنا صوفيا، انا ممكن اجيب روبرت دلوقتي يعمل لك اي حاجه، بالعكس ده هتعرف حضرتك انت عايزه منك عايزه ايه بالظبط، هتعمله لك تك 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 سوفت وير. انا عايزه بني ادمين هيتفاعلوا مع بني ادمين، هيتفاعلوا مع بني ادمين. يعني المشكله ان ما بقتش تاسك اورينتد، احنا المفروض نبقى كمان بيبل اورينتد، يبقى عندنا ايموشن انتليجنس، عندنا تيم وركينج سبيريت. بس دكتوره حنان انا فاهمه عليكي انه صار هذا الان التوجه بقى. موضوع انه هو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والشغل في فريق وكده، بس احيانا بيجيكي مثلا شخص عنده مهارة عالية جدا ويمكن التعامل مع الناس أو تقديم نفسه للناس ما هو أحسن شيء هو فيه، لكن شغله ممتاز. طب أنا هأظلمه لو قدم فيديو؟ بص حضرتك، ما هو الفيديو دوت أنا بطلع منه على إن أنا فاهمة ومستوعبة ودرسة، بطلع الشخصية عاملة إزاي، فهو جزء من الانترفيو. طبعا لازم السكيلز والاتيتيود والنوليدج، يعني حضرتك مهندس انا لازم اعرف اوريدي مدير مشروعات، لازم اديله بروجكت واقول له لو انت في البروجكت الفلاني ده هتقدر تعمل، لو عندك مشكله هتعملها بروبلم سولفنج ازاي. لكن كمان لازم اشوف الحقيقه شخصيته هي من اهم الطباع اللي بتخليه هو يكمل في الشغل ولا لا. فعشان كده مهمه قوي ان انا. طب بس هذا ما بيعطي مساحه للكذب كمان، انه يعني يصير انا اعمل فيديو انه انا ظريفه ومتعاونه ولطيفه وكذا وانا في الحقيقه ما اكون كذا؟ طبعا انا في الحقيقه لا، لطيفه ومتعاونه. طيب ما ماشي، ما هو حضرتك انا هاخد الفيديو ده اعمل بيه ايه؟ هحلله عشان ستيب معينه، مش كلها الستيب. اوكي، ما هي جزء إيه؟ واحد من ان انا بحلل الشخصيه. طيب دكتوره حنان، هذا بيدخلني على شيء اصبح دائما الان في ضغط عليه، اللي هو انه لازم من المهارات اللي نتعلمها تقديم النفس، الحديث عن النفس، الببليك سبيكينج او الحديث يعني انه امام الناس. اصبحت هذه الاشياء ما هي اشياء لناس معينه فقط، اصبحت اساسيه يعني في التوظيف حتى. وعشان كده هو ده الجزء بتاع السكيلز. ايوه، يعني اوريدي الشخصيه، السمات الشخصيه بتاعتك عامله ازاي. عشان كده هو مش الفيديو بس هو اللي بيثبت اوريدي او شهاداتك، زي بالظبط كان زمان شهادات.
ايوه طالعه الاولى على الدفعه هندسه طب يبقى حاجه زي الفل في منتهى الجمال تنفع كل حاجه. لا حضرتك النهارده عشان اشوف موظف ثابت في عمله ناجح في عمله لازم اشوفه ان هو يبقى تاسك اورينتد وبيبل اورينتد. تاسك اورينتد يعني البرفورمانس بتاعته زي ما حضرتك قلتي هو اوريدي المهارات بتاعته او مؤهلاته هو اشتغل ازاي. ده حاجه. تاني حاجه لحضرتك الكلام اللي حضرتك قلتيه عشان كده الجامعات دلوقتي وفي في الجامعات المصريه كتير جدا الحقيقه انا بروح ادرس فيها سوفت سكيلز هم بيشتغلوا على الطلبه ازاي بيحضروهم للحياه العمليه صح. وازاي يشتغلوا على نفسهم كبيرسونال. اعتقد هذا الان الاتجاه العام يعني في كثير من الدول اللي بتطور تعليمها حتى السعوديه صار موضوع الببليك سبيكينج والبرزنتيشنز وهذه الاشياء اصبحت ايضا شيء اساسي. طبعا احنا بنشكرك على هذه المداخلات المهمه. كان معنا الدكتوره حنان عبد المنعم خبيره الاداره والموارد البشريه. شكرا لك. يا أرض أنشقي وبلعيني، هذا مثل بنقوله في المواقف الصعبة لما الواحد يكون مو عارف يتصرف ولا يهرب من الإحراج أو الربكة. ويبدو أنه هذا كان لسان حال مسؤول نيجيري كان في موقف لا يحسد عليه. ولما الأرض فعليا يعني ما نفع أنها تنشق وتبلعه واشتغل على الموضوع فلقى حل تاني يهرب فيه تكتيكيا كده من الموقف. نشوف المقطع ونرجع أحكي لكم الحكاية. Nigerian official collapsed on Monday during a televised parliamentary hearing held as part of an investigation into allegations of mismanagement at an organization with a remit to foster economic development in the oil-rich Niger Delta region. Daniel Pondey, who is the acting managing director of the Niger Delta Development Commission, NDDC, was taken to hospital after slumping forward in his chair during the session in which he gave evidence to the panel. Lawmakers in the House of Representatives, the lower chamber of parliament, are investigating alleged corruption around procurement at the NDDC, a government body over 20 years. The probe was ordered by President Muhammadu. اللي شفتوه هذا هو المدير الإداري بالنيابة للجنة تنمية دلتا النيجر وهذه منطقة غنية بالنفط جدا. وهذه اللجنة حاليا موضوع تقارير وتحقيقات واسعة متعلقة بفساد والأخ هذا متهم فيها متهم تحديدا باختلاس $1,200,000 وكان عنده جلسة استجواب في البرلمان. فبعد أقل من ساعة من بدء الجلسة سألوا عن الفلوس المختلسة وهنا أغمى عليه. يعني عشان الواحد ما يحط في ذمته في ناس بتقول أنه يمكن من التوتر أغمى عليه لكن كثير شافوا أنه يعني ما عرف يرد فما لقى حل إلا أنه التظاهر بالإغماء. عموما هنعرض لكم المقطع الثاني الآن بعد ما فهمتوا الفكرة أنتوا أحكموا. Organization with a remit to foster economic development in the oil-rich Niger Delta region. Daniel Pondey, who is the acting managing director of the Niger Delta Development Commission, NDDC, was taken to hospital after slumping forward in his chair during the session in which he gave evidence to the panel. Lawmakers in the House of Representatives, the lower chamber of parliament, are investigating alleged corruption around procurement at the NDDC, a government body over 20 years. عموما تظاهر أو ما تظاهر في كل الأحوال الإغماء ما خدمه ولا ساعده وبعد ما صحوا الجلسة تم استكمالها وصدر قرار بفصله من منصبه. الجوجيتسو رياضة أو فن من فنون القتالية غير العنيفة. روسيا من الدول الشهيرة بنجوميتها وتربعها على عرش الرياضة ويبدو أن الجماعة من كثر ما كسروا أرقام فيها حبوا يرفعوا كده ليفل المنافسة فقالوا بدل ما نتصارع في الحلبة ونجرب نضيق المسافة لا انه خلينا بدل ما نتصارع في الحلبة خلونا لا 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 نعمل فكرة جديدة انه نضيق المسافة ونصعب الموضوع ونطلع برياضة عجيبة جديدة هي جوجيتسو السيارة او كارجيتسو. وفعلا لهم فترة متبعين هذا النمط ويبدو انه الفكرة عاجبة الروس بشكل كبير لدرجة انه شعبية الجوجيتسو حقت السيارة هذه متزايدة سواء للي حابين يشاركوا او حتى بين الجماهير المتفرجة. وترى الموضوع ما يعني ما هو كده لعب عيال وسايب كده لا 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 لا
في شروط في المباراة الواحدة فيها جولتين، واللعيبة واحد يكون جالس في مقعد السائق والثاني في المقعد اللي جنبه، وأول ما يعطوهم إشارة يصارعوا بعض أو مسموح أنهم يستخدموا أي شيء في محيط السيارة. لكم أن تتخيلوا يعني المقود السيارة، المراية، المقاعد، أي شيء، أي شيء، حتى أحزمة الأمان اللي بدكم إياه. المهم اللي يفوز هو اللي يقدر يسيطر على الثاني، وطبعا وفي الجولة الثانية يبدلوا عدد المقاعد، يعني باب لأنه يعني عارف أنه يعني العدل يعني عشان يكونوا كده حقانيين. وحتى الستات كمان بيلعبوها ترى. خلينا نشوف. يلا أعطيناكم فكرة جديدة مشاهدينا، وصلنا لختام حلقة اليوم. أنا أعود وألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. تفاعلكم